بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي الكرام صدوا هذا مقالكا وحن قناية كان عاوة وضمبية إن شاء الله تعالى أريدا وأريك على إن شاء الله قفا نسوي دي وحلنا هاي وكوفا سرينا هرقيسة يوتيوغا قفكاسي وحليا هاي وحن أركي شخصي قبنية شخصي قبنية وأريا ما شاء الله يجي يامسي خير الله كديو قفكا ديو كوريو دو شخصي قبنية حيث سنة سريدا سي وأمر واقع مركاسي لوغا بقو مركا فيريس لكن موضوعا إن شاء الله تعالى سيفا فاسن وكوفا سري دونا هذا أركتو شخصي دبكو قبنية مفسرين فربضان أو كم ذي إمام محمد ابن سيرين إمام النابلسي صادق وحي يكون فسرين أما وركان فسر كشخص النار تكون جمينية ويفسرين لما المفسرين توحى يذكر عين رياضني إني تلمان إيو على مدى طايق في كريادة سي أركيا يكون تلمان ميسا أهداف تيسا نلاش إنه الدب أكون نقضى حنا قاليس كنلاش إيسا إنه الراديو مجالات إيو نشاطات كلا عصب وبدلوا نقنية جهدية إيو سعية مركزي وكجرو نلاشيسا وكو حقيقي كرم على واحد ويان نلاش هذا وكجرو ما عند نلاش مركزي هدف تيسا كتر جميسا أو وحقون قريسا مركا حلما ضعنا ما انتو ذوا اسكوا فاقين وحليهين شخصيقا مركزي نارتك قمنا ايا انا واحد قوكا لدوان تايقاب كوار كيبو يانه لكن انتو ذنو حوية سداس واحد تلماميسا اركتيدا دبكو قمشو رياضة نحا ذيدا انا معنا قف شخصي قمنا ايا واحد توسليسا كالمين قرب استاق تسنان ايو باك امين او سميسي تاقيرتيد صاحب روي انو كيلي دونو انا قرب استاق ايو كيلي دونا قرابة دي سقار كميدا ايو كيلي دونا ذوكال واحد توسليسا قمشادا رياضة اسي قود مركي لو فيريو واربحنا فرحان لي مناسبات اما سيرمريز اما حفلة دو دو قرح بضان قفك هاسي وكل عندونا اما فرحان دو قفك الرياضي سيدو كل واحد شايقين قفك عرك الرياضي ساي ساقو مركا هاسي اللقاح كنقومين ايا وحيد دليلو تاي قفك الرياضي ابو ديس هالكا اي قارسي سنتهاي تاسو مركا هاسي وقاعد كان كانو مشاكل ايو نباتويك اسيقا سوبا جاهيا waxa la wariyay sidoo kale qofkii arka isagoo shay hortiisa ku gubanaya dabkuna nadiif yahay oo saafi yahay inay markaasi calaamad u tahay niyad wanaagsan qaraabadiisa asxaabtiisa qaar kamid ay u hayaan kuwaasi markaasi isku dayay inuu ka takhallusaan markaasi doonayay inay ka takhallusaan mashaakil farabadan oo qofka riyooday uu la kulmayo waxa noqonaysa shakhsi gubanaya hadaan riyada ku arko dib gubashada riyada waa mid aan wanaagsan hadii shakhsigu arko شخصي قويان نفس الديس او قبانيسا وحيدو سنيسا انو عاسي اي ربي سبحانه وتعالى كو عاسي اما مهولد كيسا هدو اركو جر كيسا او قبانيا نمان قبي حاما وحيد دليلو تاي قف كاسي معاسي يدنوب انو نحضو وجرو من كريادا سيوا الدقنين انو اصحاب تاسي حنحن كفو قادة ونساوي فاسر كريادا شخصي قبانيا سيدا حالك اما قفكا رياض اركي حالكي سويا حالاد ايا لغوكا لدوية اي ادوية اي قفكا سينين اما حويني اما عنوك انتوا واحدين نونا فاسركا اركتيدا شخصي قوانيا رياضو كو اركا نين ادو اركو نين ادو اركو اساقو شخصي اما نين مركاسي قف قوانيا وعيتو سينيسا قفكاسي عزائي منصب ميل سرينو قاري دونو قفكا رياضيوي سيدو كلا وحيتو سينيسا قفكاسي انو معاسي فربضان كنا عاي ذلو فربضان نينك مركو حالا غرابا انو حالكي سفيريو هادو نيكاسي نيوانا يسانها مركز ايو مكانا سرع ايو غاري دولا سادو كلو حيدو سندون تا نيكاسي هير كيسا ايو بلشادا مقعو كلا ايو كورو كلا دولا دادكنا جعلكو دا ايو كاسبان دولا لكن ايادو وانين اي اركي حدي او قفك اركو شخصي قبان ايا ايو دو مركز ايتا قبرا لقبين حدي اركتو حويني اان لقبين ايادو قبان ايسا ريادس ايادا ريادا كواركا سيدو قبان ايسا واحد دليلو تاي قفك ريودي حلقي قور كذا يالا قاري معنا تعال كذا يقول كذا نوح كل سيا يفهم إيو تعال يقول سيا هؤلاء إذا القبيلة دي أركتو أيضا واحد جبيسة شيء وجبيسة ده بكون قاد وبدئي هاي وميشان عن قفص ذي واحد وسنيسة إن قفتها سي واحد اسمه دل فربضان أسلوب نلاش هذا قام نلاش كذا كل يعد دونه يصير أو فكرته قبل عن القبيلة دي أركتو النار مركزي الجبي أو جريج لغوش ذي واحد ده لو تاي إن أسمد الداخلية أو خارجية نلاش هذا كله عندنا وعنا جذع ومش أي شوكة أمد بيدي هدي يا ركتو دب كاسي وجوي يلا إحنا يلا جوي واحد دليله تاي إني اضطرابات نفسية أما حرون جذعها أما مش مشاعر أما درين مركزي حن مشاكل في رمضان كشيء جاني صو أركت إذا شخصي جوانا يا رياضة أولي لقبا هدي أولي لقبا يا ركتو دب رياضة ده وحيتو سلسة قفت الريوتي إن أيوي مع الضلال وربحنا هي مناسبة آدو فرحان بضل تاسو مركاسي حمار صم فرحان بحجو يقرح معنا سيدو كل واحد تسنيسا إني مرن أور قادة دوتو حوين إذا لقبو هذي أركتو ريادة إذا إني قعدت دفكو قفصتي واحد تسنيسا
qofta riyada ah inay heli doonto kaalmo, kaalmaati, musaacado qaar ka mid ah asxaabteeda iyo qaraabadeeda. Haddii aragto shay horteeda ku gubanaya, nooc raba ha ahaado qofka gubanaya ama dad ama shay, dabkaasi inuu yahay dab waadaxa, qofta marka waxay tusinaysaa qofka riyada arkay inay ku wareysayeen asxaab fara badan, kuwaasi oo niyad wanaagsan iyo dareen qurux badan oo ay jecel yihiin iyada ay u hayaan. Fasirka riyada xanuug markaasi riyada ku gubanaya. Fasiriintu waxay sheegeen qofka haddii uu arko shaqsi ama canug gubanaya oo nar ku gubanaya, waxay daliil u tahay qofka riyooday inuu ka gaabiyay xaqa caruurtiisa, ayna u baahan yihiin jecel iyo caatifa inay siiyaan caruurtooda looga baahayay. Sidoo kale waxa laga yaba inay tusinayso in canuga nafsadiisa uu markaasi ka sheeganayo mashaakil nafsiya oo markaasi cidi ama cid wax u qabata lahayn. Sidoo kale waxaa waajib ku ah hooyaday aabaha inay daryeelaan canugooda ama caruurtooda ihtimaamaad macnuwi iyo jasadi ay caruurtooda siiyaan. Macnuhu waxa weeye inay afka ay ka dejiyaan, jasadina waxa weeye inay ay tarbiyaan, wax siiyaan, tayaan. Laakiin macnuhu loo baahan canugaaga inuu aad jecel u samaysid. Qofka marka ku riyoodo shaqsi markaasi wejiga ama lugaha ka gubanaya, tafsiiraadka waxay leeyihiin aragtida gubashada wejiga waxay tusinaysaa qofka riyooday hadduu yahay nin ama haweeney inay leedahay macnaha akhlaaq wanaagsan ama dabeecad wanaagsan, madhar wanaagsan dadka dhexdooda ku leedahay, macnaha dadka dhexdooda saasi ku leedahay. Maxaanu qoraysaa tafsiirka aragtida gubasho lugaha xilliga riyada waxay tusinaysaa qofka riyooday inuu awood u leeyahay, qofka riyooday wax ku filan inuu mashaakil iyo sucuubaad markaasi uu waajahayo uu ka gudbo. Fasirka riyada shaqsi gubanaya naar gacmaha ka gubanaya, waxaa la yidhi qofkii arkaa isagoo gacmaha ka gubanaya waxay tusinaysaa fitno iyo shar, macnaha shar iyo fitno macnaha in ay jirto. Labada gacmoodna waxa ay tusinayaan in naartaasi uu gacmaha lagu shiri doono, macnaha fitno dadka ay kicin doonaan wey. Culamada waxay isku waafaqeen marka fasirka riyada hal nin ama hal naag saaxiib ruuxi hadday yihiin inay Allah subxaanahu watacaala ay ka baqaan, naarna aysan shidin ama fidna aysan dadka ku shidin hadday halqofiyiin. Waana waxa loo baahan inay dadka islaaxiyaan, riyadana waa digniin oo tanbiih qofkaasi riyoodayn loogu tanbiihino haddau gacmaha ka gubanayo dad fidna badan waay, marka inay Allah subxaanahu watacaala noqdaan dadka inaysan isku dirin, aysan dadka afkooda iyo carabkooda iskugu dirin ayaa loogu baaqayaa. Hada wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.